ونجحت الحملة. مجموعة الأمراء للسيراميك والبورسلين ماجستيك. خليك وطني واشتري المصري. أضخم عرض وأرخص سعر. موديلات حصرية وعالمية من البورسلين والسيراميك. متر البورسلين بيبدأ من 135 جنيه والسيراميك بيبدأ من 45 جنيه. خليك وطني واشتري المصري. أقول مبروك. أنا شايفة ما شاء الله. مبروك علينا وعلى الشعب المصري كله إن شاء الله. يعني الإقبال كان غير متوقع حقيقي، والمصداقية كانت بانت من أول يوم. يعني ما شاء الله الناس جاد عمل التيست أول يوم وتاني يوم، لقيت أنه فعلا السعر ب 45 جنيه، لقيت أنه البورسلين ب 135، استلمت البضاعة لقيت أنه البضاعة فرز أول، ما منغشش في البضاعة، المنتج المصري 100% مضمون مدى الحياة ضد عيوب الصناعة. فالحمد لله يعني معرض عمل رواج غير عادي. شايفة ما شاء الله الناس على اليمين وعلى الشمال وبيعملوا طلبيات، يعني نقدر نقول ان حقق حلمك وخليك وطني واشتري مصري، حققنا لك حلمك فعلا. وان شايف ان ايه السبب ان الناس فعلا بتستجيب، المصريين بيستجيبوا لما عملت حملتك، المصريين نزلوا. ايه السبب ان يعني ليه بيقولوا ان المصريين مقصرين؟ هما المصريين مش مقصرين، هي الموضوع عايز اعلان دعايه، عايز يقول للناس احنا موجودين اهو، السعر اهو، الكواليتي اهو، المصداقيه موجوده، ما بنضحكش على حد، ما بنغليش اسعارنا، ما بنقولش المتر ب 200 جنيه ونعمل 50% نقول ب 100 جنيه، لا احنا بنقول المتر ب 45 جنيه. الناس جت شافت المصداقيه، شافت البورسلين ب 135 جنيه. المصداقيه هو لما جاء وشاف ولمس انه في مصداقيه، الحمد لله، لا كان في رواج عالي جدا، والكاميرا هي يعني الحمد لله. يعني وانا يعني مبسوطه ان انا جيت النهارده علشان اشوف نتيجه حمله الامراء وبورسلينا ماجستيك خليك وطني واشتري مصري، وشفت الناس كلها اهي موجوده. عارفه ان انت عامل هدايا بقى لاكتر واحد وطني استجاب لينا ونزل النهارده في هدايا. لا احنا عملنا هدايا لكل اللي جه اشتروا من عندنا النهارده. هنعمل صحب على رحلات لشرم الشيخ، وهنعمل اجهزه كهربائيه، وهنعمل هدايا مصحف، وهنعمل كذا هدايا، يعني حاجات قيمه مختلفه. ويوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله نهايه المعرض برضه هنعمل رحلات لشرم الشيخ، ونفس الهدايا الاجهزه المنزليه والاجهزه الكهربائيه. يعني هنعمل كم من الهدايا كويسه يعني ان شاء الله. ان شاء الله. يعني اللي ما لحقش معانا الهدايا النهارده، يوم الجمعه اخر يوم في ارض المعارض، في هدايا تانية في جناح الامراء بورسلينا ماجستيك وخليك وطني واشتري مصري. وايضا بعد المعرض ان شاء الله في فروع بورسلينا كلها هيبقى في سحب كل شهر على عمره، وان شاء الله تكونوا وطنيين وتلبوا دعوتنا. بشكرك وبقول لك الف مبروك، ودايما مصر اقتصادها في العالي وكلنا وطنيين وهنشتغل. شكرا ليك وشكرا للقناه وشكرا للمخرجين وشكرا لكل الناس اللي ساهمت معانا. خليك وطني واشتري مصري، ولسه مكملين. مساء الخير. مساء النور. بنتك عروسه جديده؟ هي عروسه بس انا بجهز لها شقتي. انا جديده. انت بتجهز لنفسك انت العروسه ولا ايه؟ لا شقه جديده ان شاء الله. بتغيري ولا بغير؟ انا كنت جايبه قبل كده برضو بورسلين ماجستيك، وما سمعت حضرتك بقى بتقولي في المحور خليك وطني واشتري مصري، نزلتي تغيري. نزلت. طب يلا بقى نقول مع بعض كده عشان نشجع الناس زيكم كده، قولوا مع بعض، تعالي معايا. خليك وطني واشتري مصري من بورسلينا ماجستيك. We'll be right back.
الكثير من المواطنين ووصلوا بالفعل الأرض المعارض وشافوا بنفسهم المصداقية اللي وعدتهم بيها مجموعة الأمراء السيراميك ماجستيك، والنهاردة بيحضروا بنفسهم السحب وبيستلموا هداياهم من مجموعة الأمراء للسيراميك والبورسلين ماجستيك. خليك وطني واشتري المصري. يلا اقرا لنا بقى ونشوف مين اللي فاز. دي شرم الشيخ، وبعد كده اهو محمد عادل. محمد عادل تعالى، مبروك كسب رحلة لشرم الشيخ. تحية، مبروك يا محمد، سلم. تعالى يا محمد جنبنا، مبروك، ألف مبروك. محمد عايز تروح شرم؟ لا طبعا. انت وطني النهاردة وكسبت، نزلت عشان الحملة؟ اه طبعا. عايز تبقى وطني وتشتري مصري؟ تعريس جديد؟ خاطب ان شاء الله. الف الف مبروك، بنشكرك، واحنا هنكمل بقى احنا السحب، وان شاء الله دايما معاك، ويوم الجمعه في سحب ان شاء الله وهنكون موجودين. شكرا، الف مبروك يا محمد. خليك وطني واشتري مصري. شعبان حسين اتفضل، نحييهم. احمد سمير، تحيه لاحمد سمير. محمود انور، والفرحة جمعتنا. محمد الدسوقي، مبروك مبروك. أنور السيد، يا سلام. طارق عبد الظاهر، يا سلام، شو نتمنى بحياتك تتهنى. سمير توفيق، مبروك مبروك. هاني مغنى محمد، والفرحة جمعتنا. شوف حلو دنيتنا، مبروك مبروك. محمد زغلول ويوسف فهمي، وحلو ليلتنا، يا سلام على سهرتنا. راحتنا والفرحة جمعتنا، وشو حلو دنيتنا، مبروك مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، وشو حلو دنيتنا، مبروك مبروك. حياتك